شكرا للزميل تامر صقر مره اخرى. كابتن محمد عبد الله المدرب العام لفريق الانتاج، اكيد طبعا نحب نعرف وجهه نظره قبل بدايه وانطلاق هذا اللقاء. كابتن محمد برحب بيك على تايم سبورتس، واكيد بنقول لك تحيات كل المتواجدين في الاستوديو. لقاء مهم جدا، اكيد بتلعبوا فرقه قويه جدا خارجه من نتيجه ربما لم ترضيها في المباراه السابقه، وانتم تبحثوا عن استكمال الفوز في هذه المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحياتي للكابتن تامر وكابتن ضياء السعيد، كابتن وليد صلاح، كابتن سامي الشيني. اكيد طبعا النهارده بتلعب خصم قوي، خصم محترم، فرقه كبيره طبعا لا تقل عن النادي الاهلي او النادي الزمالك. هم خارجين فعلا من تعثر ماتشين على التوالي، تعادلوا الجيش وتعادلوا الماتش اللي فات مع سموحه. فاكيد المباراه هتبقى غير النهارده، والحمد لله برضو احنا جايين من يعني معنويات مرتفعه شويه، كسبانين الام بي بره. بنحاول طبعا نستمر على الاداء الماتش اللي فات على نفس المستوى. ما لحقناش نعمل حاجه طبعا خلال اليومين اللي فاتوا، غير ان احنا ممكن يا دوب هي الاستشفاء بتاعت لعيبه، الكابتن اتكلم في كذا حاجه معينه. هنشتغل ازاي النهارده قصاد فرقه بيراميدز، فده كان كل الكلام خلال اليومين اللي فاتوا. انت خلاص يا دوب الخميس، ما فيش الا جمعه وسبت، وامبارح دخلنا معسكر عشان الماتش النهارده. اكيد طبعا كل اللعيبه شايل هم الماتش ده، وفي الاول وفي الاخر احنا كل كلام معظم كلام ان ده ماتش تصيت، يعني كل الناس بتتفرج عليه دلوقتي. فرقه بيراميدز زيها زي النادي الاهلي، الناس بتتفرج على ماتشاتها. فاتمنى طبعا اللعيبه تبقى في حالتها زي الماتش اللي فات. لو لعيب في حالته اكيد انت اي جهاز فني هيبقى متفوق او هيبقى ليه شأن، او هيبقى الناس هتبدا تتكلم عليه. اللعيب مش في حالته طبعا بتبقى الامور صعبه يعني، وده جربناه حتى في ماتش الاهلي. يعني احنا من ساعه ما جينا مسكنا فرقه الانتاج ما خسرناش النتيجه دي من ماتش الاهلي خالص، يعني ممكن تعادلات يا اما خساره 1-0 او 2-1 بالكتير قوي. خسرت سكور عالي عشان الفرقه ما كانتش في حالتها. فاتمنى طبعا النهارده اللعيبه تبقى في حالتها، يكونوا على قد المستوى. ماتش كويس، ماتش سهل، ماتش زي ما بقول لك جيم مفتوح وفرقه كوره. انت بتلعب فرقه كوره النهارده، ومعظم لعيبه الكوره بتحب الفرق الكبيره انها بتطلع احسن ما عندها. فاتمنى عايز اسالك عن النهارده، انت جون انتوي والناحيه الثانيه نبيل دونجا مش موجودين، اثنين مهمين جدا في الفريق، وابراهيم حسن مش موجود خالص. اكيد بنيتوا الخطه على غياب بعض العناصر المؤثره على فريق بيراميدز. لا خالص، انت بتتكلم على فرقه كامله، يعني مين قاعد مين ما قعدش. انت بتتكلم فرقه زي ما بيقولوا اللعيبه صف اول، يعني ما اللي قاعد زي اللي بره زي اللي جوه زي اللي بره خالص. فاكيد طبعا احنا مش هنبني خطه عشان اثنين لعيبه، او هنبني طريقه لعب عشان اثنين لعيبه كانوا بره او جوه، بس اكيد اثنين لعيبه مهمين طبعا. بالظبط، اثنين لعيبه مهمين اكيد، يعني ان شاء الله يعني ربنا يسهل يكون الاضافه لينا احنا طبعا بقى ان شاء الله، يكون ده حافز لينا برضه، ان انت بتشيل عنصرين كانوا الماتش اللي فات موجودين، كان دونجا او انطوي. فاتمنى طبعا النهارده اللعيبه تبقى زي ما بقول لك في حالتهم. ربنا يسهل، احنا بنعمل اللي علينا وبنجتهد وبنحاول نكمل المسيره اللي احنا بداناها من ماتش امبي. احنا لعبنا 4 ماتشات، خسرنا 2 كسبنا 2، فبنحاول طبعا، لان البدايات حتى بتاعتنا السنه دي مش زي السنين اللي فاتت. كنا نتمنى طبعا البدايه تبقى اقوى من كده. فانا اتمنى طبعا مكسب امبي يبقى حافز للعيبه، يدينا دافع للخطوه لقدام قبل التوقف. ان شاء الله يعني ربنا يسهل وتبقى مباراه ممتعه للناس كلها، وان شاء الله ربنا يكالي الجود لعبتنا بالفوز باذن الله. ان شاء الله حبيبي، ربنا يخليك. شكرا كابتن تامر. اكيد لقائنا مع كابتن محمد عبد الله اكيد وضح طبعا بعض وجهه النظر في الفريق، لكن هناك وجهتين نظر عايز اوضحهم، ربما يكون في تساؤلات في الاستوديو. باسم مرسي كان المفروض يكون متواجد في هذه المباراه وهو جاهز بشكل كامل جدا وشارك في كل التدريبات، لكن كابتن مختار فضل ان هو ياجله لهذه المباراه عشان يمكن ما يبقاش ضغط عليه لانها مباراه صعبه، وكمان عشان يكون خد راحته في فتره التوقف المقبله. ايضا يمكن فريق بيراميدز ايضا جاهز بشكل كبير جدا، ربما هي وجهه نظر فنيه ومنها جزء عقاب هنعرفه اكيد من سبيستن دي صبر بعد هذه المباراه من خلال لقائنا معه. الان تعود الكلمه ليك تامر، تفضل. شكرا للزميل العزيز محمد طه والكابتن محمد عبد الله المدرب العام لفريق الانتاج الحربي على هذا الحوار قبل انطلاق مباراه الانتاج الحربي وبيراميدز.